السؤال كان خاص تحط هذه 5 سنين ايام زمان، اما دروك هذا السؤال ما بقاش دي جدوى. واه نقول لكم الان غير من 2013 ل 2014 عدد الايام ديال الخبرات المغاربه اللي برا تزاد بكثر من 100%. حنا الان حاطين مغربي خدام في امريكان عنده ماندا في امريكان تنستقبلوه ممكن يبقى من اسبوع 3 شهور 22000 درهم للشهر. شي ما كانش حنا دايرين ميزانيه لهذا الشيء، والمغاربه راه ما تيحركش المغربي راه في امريكان وتيجي عندنا تيقولنا اش باغي نعاون بلادي. هاد التخصصات كلها اللي فتحناها تربه النادره مثلا بالترار مش فتحناها بالتعاون مع هاد المغاربه. في هاد لابيلا بروجي اللي عملنا في الفوسفات 29 دوله شاركت معنا من جنوب افريقيا، الولايات المتحده، كندا، الدول الاوروبيه حتى الهند. بشكون؟ المغاربه اللي عندنا تمايا. المغربي تيبقى مغربي دائما، راه تيشد راه غني وجاي تيجي تيقول لك اش نعطي لبلادي. اذا نردوا البال، ماشي كلشي خاص يبقى حدايا هنا، خاص يكونوا في المختبرات دمريكان ويدي الطلبه ديالي تما يدربوا ويجي. خاص المغربي اللي برا يكون بحال الباتري تيتشارجا تما ويجي خويا عندي في الجامعه ديالي. هذا هو اللي خاصني نخدم معاه، ماشي اجي هنايا ها هو جا هنا شنو نعطيه. راه هذا واخد استراتيجيه ديال نستافدوا منهم. دروك عندي ناس في اليابان، عندي ناس في الولايات، كلهم تيعملوا مع المغاربه مع الجامعات المغربيه. يا قولوا باز احزاب، كاين شي احزاب والله ايوا انا عارفهم هادو. شوف ما توصينيش ملي يقول لك شنعطيهم، خدامي في المختبرات، في مختبرات اللي ما عنديش، خاصو يمشي يتعلم تما. واش هذا حرفتنا؟ احنا عارفين راه حنا خدامين مع هاد الناس. اذا تنقول لك البحث العلمي تيتعاونوا معنا في البحث العلمي، تيديو لنا الطلبه اللي تيسولوا الدكتوراه تيمشي عندو المختبر تما باش يدخل ذاك المختبر تما. راه استراتيجيه. واش فرنسيين دروك بقاو على فرنسا؟ سبليون بقى في سبليون، راهم في الدول في العالم كله، راهم في اليابان، راه في امريكان. قول لي ما تتندش ما يكفي، خاصني نكثر من هذا النوع من كليه الطب. الان اشنو كنت قلتهم؟ من 2012 كانوا 5 ديال كليه الطب، فهاد العدد زاد 5 اخرى مضوبله. اكادير العدد ديال الاساتذه ضعفناه في 2، العدد المقاعد زايد 100%. حنا تنبنيو تنوجدوا وعندنا الامتياز، البورد ديال الامتياز، عندنا التعاقد مع الكليات باش نوجدوا. شكرا السيد الوزير المحترم. ما عرفوش اقتنع هذا ولا والو. شكرا. لا صافي هو.